انخفاض ملموس في عدد الإصابات بفيروس كورونا بقطاع غزة، فبعد نحو 6 أسابيع من خطة الإغلاق الشامل ليومي الجمعة والسبت للحد من تفشي الفيروس بالقطاع، نجح هذا الإجراء في التخفيف من معدلات الإصابة، وهو ما أكدته وزارة الصحة بغزة. اليوم نتحدث عن تراجع في أعداد الإصابات وتراجع في أعداد الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية بمعدل 50% عما كانت في السابق، وبالتالي هذا الانخفاض نعزوه إلى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة بشكل أفضل من ذي قبل، إضافة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من إغلاق مسائي ومن إغلاق يومي الجمعة والسبت أيضا آتت ثمارها في انخفاض معدل الإصابات اليومية. استقرار الحالة الوبائية والصحية في القطاع وانخفاض معدل الإصابات والتزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذت دفعت الجهات الحكومية في غزة للإعلان عن بدء رفع بعض القيود كإعادة فتح المساجد وعودة الطلبة للمدارس بشكل جزئي، إضافة إلى تخفيف حظر التجوال. عندما بدأنا نلمس آثار إيجابية وتراجع لهذه المؤشرات واستقرار للحالة الوبائية، بدأت في إطار عملية التقييم ترفع توصيات للتخفيف من الإجراءات، وبدأنا فعلا في الأسبوع الماضي بعودة الصلوات في المساجد باستثناء يومي الإغلاق، وأيضا عودة المرحلة التعليمية بالتعليم الوجاهي بشكل تدريجي لطلاب المرحلة الأساسية. وبحسب مختصين فإن إجراءات التخفيف تأتي لتسيير حياة المواطنين، لكنها تشكل تحديا مجتمعيا جديدا في المواءمة بين تلبية الحاجات والحذر من تفشي الفيروس مجددا، داعين الناس للاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية. كلما زاد التزام المواطن بالإجراءات كلما انكسر منحنى التفشي ونزل، وكلما أيضا كان في مجال تخفيف الإجراءات المتخذة حماية للمواطن. هي موازنة ما بين حاجات المواطن المختلفة والمحافظة على الوضع الصحي العام للبلد. إجراءات التخفيف ستبقى بحسب المسؤولين محل تقييم ومتابعة دائمة وفق تطورات الوضع الصحي والوبائي في القطاع ومدى التزام المواطنين بها. لا يتوقع أن تنتهي أزمة فيروس كورونا قريبا، لذلك يبقى الحل الوحيد أمام المواطنين هو الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية تفاديا لعدم ارتفاع معدلات الإصابة مرة أخرى، وللتخفيف من العبء على وزارة الصحة. عامر الفرا، اليوم قطاع غزة.